السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بالشكل والتطبيقات الكتابية، المكتبة الرقمية. إذا الحصة الأولى والثانية الصفحة 226، مرجع في رحاب اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. إذا سنبدأ بقراءة النص ثم سنجيب عن الأسئلة. المكتبة الرقمية عبارة عن منصة إلكترونية تمكن القراء من الولوج إلى عدد هائل من الكتب والوثائق التي تمت رقمنتها، وتحتاج المكتبة الرقمية في أداء عملها لوسائل بشرية وأخرى مادية، وغالبا ما تكون المكتبة الرقمية امتدادا لمكتبة ورقية مهمتها توفير جملة من الخدمات على مدار اليوم وطيلة الأسبوع وتسهيل الوصول إلى الوثائق والمعلومات بفضل محركات البحث وتخزين ما لا حصر له من الكتب في جميع مجالات المعرفة. إذن أول سؤال هو سنضبط بالشكل التام ما تحته سطر في النص. إذن من الولوج إلى عدد هائل التي تمت رقمنتها، وغالبا ما تكون المكتبة الرقمية امتدادا لمكتبة ورقية مهمتها توفير جملة من الخدمات على مدار اليوم وطيلة الأسبوع وتخزين. إذا تخزين معطوف على تسهيل في جميع مجالات المعرفة. السؤال الموالي، أقترح عنوانا مناسبا للنص. إذا بالنسبة للعنوان الذي أقترحه عليكم، منصة إلكترونية للقراءة. السؤال الموالي، أبحث عن أسرة كلمة تخزين. إذا من عائلة الكلمة تخزين، خزن، يخزن، خزان، مخزن، مخزن، مخزن إلى آخره. أستخرج فكرة أساسية من النص. إذا سأقترح عليكم هذه الفكرة، المكتبة الرقمية منصة إلكترونية تقدم خدمة للقارئ. السؤال الموالي، كيف يمكنني الاستفادة من المكتبة الرقمية في إنجاز بحوثي المدرسية؟ بالنسبة لإنجاز إذا يمكنني الاستفادة من المكتبة الرقمية في إنجاز بحوثي المدرسية عبر البحث في محركات البحث على المعلومات والوثائق. إذا يكفي فقط أن أكتب اسم الموضوع الذي أريد أن أبحث عنه أو أن أبحث فيه، يعني ستتوالى الصفحات والمواقع التي تتحدث عن الموضوع وتشير إلى الموضوع. إذا ويمكنني البحث في الكتب، في المواقع، في المجلات إلى غير ذلك. إذا بطبيعة الحال نتحدث عن كتب ومجلات ومواقع إلكترونية. أبدي رأيي في قول الكاتب، المكتبة الرقمية تسهل الوصول إلى الوثائق والمعلومات بسرعة. إذا أتفق مع قول الكاتب. لماذا؟ لأن المكتبة الرقمية تسهل عملية البحث وتمكن الباحث من الوصول للمعلومة بدقة وسرعة. إذا فعملية البحث تتم في ثوان محدودة. إذا بينما البحث مثلا في مكتبة عامة، إذا يتطلب ذلك إذا ساعات وساعات، إذا التنقل إلى المكتبة العامة، البحث عن الكتاب، إذا البحث في يعني مجموعة من الرفوف على الكتاب المعين، إذا البحث داخل نفس الكتاب عن الصفحة التي تتحدث عن ذلك الموضوع. بينما المكتبة الرقمية ففي ثواني معدودة فقط، يعني تعطيك الصفحة والكتاب وكل شيء. إذا نمر الآن إلى أسئلة الحصة الثانية. إذا أعرب الكلمتين القراء وبشرية. إذا القراء مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، بشرية إذا نعت حقيقي تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته. إذا نعت حقيقي تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته. إذا لاحظوا معي القراء في النص. إذا
تمكن القراءة، تمكن من القراءة؟ إذن هي، إذن المنصة الإلكترونية تمكن القراءة. بالنسبة لبشرية، إذن وسائل بشرية، إذن نعتبر لمنعوته، إذن لوسائل، إذن وسائل فالكلمة مجرورة بحرف الجر لي، إذن فهي تابعة للكلمة في الجر، إذن للمنعوت في الجر. نمر الآن إلى الجملة. الجملة المطلوب منا إعرابها: المكتبة الرقمية عبارة عن منصة إلكترونية. إذا المكتبة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، الرقمية نعت تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته، عبارة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، عن حرف جر، منصة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، إلكترونية نعت حقيقي تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته. نمر الآن إلى السؤال الموالي: أستخرج الجموع من النص وأبين نوعها. إذن بالنسبة للجموع الواردة في النص، إذن لدينا القراء، إذن القراء جمع تكسير، الكتب جمع تكسير، الوثائق جمع تكسير، وسائل جمع تكسير، لدينا كذلك الخدمات، إذن جمع مؤنث سالم، الوثائق جمع تكسير، المعلومات جمع مؤنث سالم، محركات جمع مؤنث سالم كذلك، الكتب جمع تكسير، مجالات جمع مؤنث سالم. إذا نمر الآن إلى السؤال الموالي: أستخرج من النص كلمات مشتملة على همزة متطرفة وآتي بكلمات مثلها. إذا بالنسبة للكلمات التي جاءت في النص، إذا مشتملة على همزة متطرفة، لدينا كلمة القراء ولدينا كلمة أدائي، إذا القراء وأدائي، إذا القراء وأدائي. بالنسبة لكلمات يعني مشابهة لها: الأدباء، الحكماء، جلاء، دواء إلى آخره. إذا السؤال الموالي: أؤكد الجملة، تمكن المكتبة الإلكترونية القراء من الاطلاع على عدد هائل من الكتب والوثائق بتوكيد لفظي ثم بتوكيد معنوي. توكيد لفظي، إذا سنقوم بتكرار كلمة أو جملة أو عبارة من الجملة. توكيد معنوي، إذا سنوظف الكلمات عين، جميع، كل، كلا، كلتا إلى آخره كتوكيد معنوي. إذا بالنسبة للتوكيد اللفظي، تمكن المكتبة الإلكترونية القراء، القراء، إذا قمت بتكرار لفظ القراء، من الاطلاع على عدد هائل من الكتب والوثائق. بالنسبة للتوكيد معنوي، تمكن المكتبة الإلكترونية القراء جميعهم، إذا هنا سنكتب جميعهم من الاطلاع على عدد هائل من الكتب والوثائق، جميعهم. إذا أصدقائي، هذه هي الأجوبة الخاصة بالشكل والتطبيقات الكتابية المكتبة الرقمية. موعدنا إن شاء الله في الفيديو القادم مع استثمار المهارات السابقة في التعبير الكتابي. إذا لدينا مجموعة من الأنشطة خاصة بالتعبير الكتابي دائما على نفس القناة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.